مالك يا داني؟ أنا مش ناقص. ولا أنا ناقصة يا أخي. أنا كرهت عشتي بسببك. 9 سنين. 9 سنين مرمية جنبك ومستنياك. كل يوم تقول بكرة نخلص. بعده نخلص وما بنخلص. كفاية بقى. كفاية قوي لحد كده. زعلتها ليه يا رأفت؟ مش أنا اللي زعلتها يا باشا، أنت اللي زعلتها. أنا يا ابني قربت لها ولا جيت ناحيتها؟ أنتوا اللي عملتوا فينا كده يا باشا. الفلوس اللي أنتوا غرقانين فيها دي فلوسنا إحنا. نشفتوها يا باشا. وصمصتوها. أنا كنت بحبك يا باشا، والله كنت بحبك، بس لما عشرتك عرفتك على حقيقتك. أنت واللي زيك السبب في اللي إحنا فيه ده يا باشا. المية جنيه اللي أنت مضيلي عليها إيه؟ مش عايزها يا باشا، مش عايزها. هربان من قضايا يالا؟ فين بطاطا؟ يا باشا قضايا ايه يا باشا؟ انا كله في السليم، انا نازل اكل عيش يا باشا. ولما انت بتاكل عيش بتهرب ليه يا روح امك؟ فين الرخص والورق يالا؟ يا باشا ما انت عارفين ان لا ليه رخص ولا ليه ورق يا باشا. طب نجرع البوكس، خد التوك توك ده في العربيه. ما حدش يبقى ايده على التوك توك، اللي عامل ايده عليها اللي احنا نعمل اول واكبر واضخم شركه استثمار عقاري في الشرق الاوسط. خد بالك يا حاج عبد الحميد. ها طبعا، بس يا اخوانا واحنا فرحانين كده بالدمج مش عايزين ننسى الاكل. الاكل يبرد ولا ايه يا موه؟ موه الكابوريا المخليه دي بقى مزاجة عندي عطت، عايزك لما نتجوز ما تتقطعش من البيت. ها وانا حشليها لك بايديا يا ميسو. بايديك اه بايديك اه.
هم 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 يا جامد. فتفتحها له ببقك واديها له عشان سنانه. ها اعملي حسابك شهر العسل هنقضيه كله في كان اليخت بتاعي يا روحي. احنا من هنا على لبنان على طول، ننزل بالطياره على المستشفى. انا دكاتره التجميل هناك قالوا لي ممكن يحطوا لك وش غير الوش ده خالص. كل مصري ينادي انا ميل كل بلادي، قلبي يميني فؤادي، روحي فداء اوطاني. يا جمالك يا دلالك، انا نفسي اشعر بحنانك. تحترم نفسك يا اخي وتقعد بادبك. ترضى ان انا اعمل في اختك كده؟ ليه لا؟ انا بقى مرضاش، والبيت ده بيت محترم. انت مالكش غير نص البيت بس. انا النص بتاع نص محترم، انت ليك النص اللي فوق وانا ليا النص اللي تحت، وكل واحد يلم نفسه بقى بصراحه. نعم نعم، وعبد الحميد ماله؟ ما اللي معاه هي اللي تلم نفسها بس. يا وليه يا شرشوح انت، احنا اللي نلم نفسينا. يلا بينا على الطياره. استنى بس، رايح فين؟ رايح فين ده؟ ده انا قعدت طقطقت. انا اللي غلطان يا بارع انت، ما هو الشغل لازم يبقى فيه طقطقه. انا اللي غلطان. بس عشان نتحاسب العمليه ما تجيش كده اصلا، عشان انا حطيت ايدي في ايد واحد زي ده. استنى يا عبد الحميد، استنى بس، هو في شغل من غير طقطقه؟ مساء الخير يا ابو حسين بيه. خير يا سياده اللواء. انتوا مش خدتوا القصر والشركات وكل حاجه؟ عايزين مني ايه تاني؟ انا مش جاي عشانك يا ابو حسين بيه، أنا جاي لعبد الحميد الأنفوشي والست عطيات أخته. إيه طلعوا متعسرين هما كمان؟ لا، أنا سبت الأموال العامة من الحركة اللي فاتت. أمال فين دلوقتي سيادتك؟ مباحث المخدرات. مخدرات. وأنا أقول إشمعنى أنتوا اللي مش متعسرين في البلد دي؟ مخدرات. يلا حبيبي. قطعيته؟ نعم يا حبيبي. يلا يا بنت الكلب من هنا. يلا. ابو سيده، ابو سيرك انك تساعدني. لو رفض ما اطلعش انا مش هسامح نفسي ابدا. والنبي يا بيه، والنبي انا ماليش غيره في الدنيا. رافض اللي شغال عند بوجه النشار اتحبس وخدوا التوك توك بتاعه، وانت جاي لي دلوقتي عشان نخرجه، مظبوط؟ ويا ريت يطلعوا لنا التوك توك يا باشا، ده واد غلبان. حاضر يا سيدي، الواد والتوك توك. ربنا يخلي لك بوبوس ولا يحرمك منه. هو اصلي كان في حاجه كده يعني. مبروك مؤدبا. موجه النشار بني ادمه هايله وكويسه ومحترمه، بس الله بقى وشها يبقى كويس عليك حاكم، انت عارف.